بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وطر مضى، ولقائنا في هذا اليوم مع أحد رجال منطقة الخور المعروفين، هو الوالد سعد بن مبارك بن ثاني القشاشي المهندي. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. شحالك أيبة؟ طيب يا ربك طيب. الله يسلمك. نشكرك يبا في بداية حديثنا معاك، نشكرك على حسن الضيافة والاستقبال. لا شكر على واجب طال عمرك، وهذا حقكم طال عمرك. الله يجزاك خير. الله ويجزيكم خير بعد، انت هو اللي فتحت لنا الفرصة هذه بعد تحدث وياكم. الله يجزاك خير، بالعكس احنا نتشرف باللقاء معاك. الله يطول عمرك. يبا نبيك التحدث، احنا نبدأ دائما مع كل ضيف في بداية الحديث عن نشأته، أول ما بدأ في حياته وهو صغير، وين ربا، وين عاش، وين؟ والله نشيت يا أبوك مع هذا الرضعان، هاي من العقدة للخور، يعني ولدت يا في الخور يا في العقدة. نعم. وربيت في المكان هذا وبرنا هذا اللي حوالينا، من رشيد إلى مشخوط إلى أم سوية إلى هذا مناشينا وأراضينا هاي، تخبر المبادين. في بداية حياتك وانت صغير لحقت على الغوص ولا تالي الغوص؟ لا والله أنا لحقت على تالي. نعم. تالي الغوص، قد الغوص تردى يعني. رحت ويا أبوي الوالد، ركبني يسمونها الردة، وطلعنا 15 يوم وطلعنا ورجعت، حتى والله ما أعرف السباحة بعد، السباحة ما تعلمت. ركبت مع حياة الوالد؟ ركبت مع الوالد الردة مع جلبوت محمد سعد بن سالم القعدة. نعم. يقال له سعد بن سالم. نعم. 15 يوم، هاي يسمونها رديدة تالي الغوص. نأخذ اللي ركبت معاه، تذكر اسم المحمل اللي انتو فيه اسمه؟ لا والله المحمل ما اذكره، ما اذكره، هو حق سعد بن لكن سعد. تروحون قريب يعني المغاصات قريب؟ ايه قريب هنا بس. ايه. رحنا ويا حول يمكن 15 يوم ولا حول. ايه. انا مع اليهال العيال الصغار اللي في سني. نعم. حتى انا والله اخوني يطرح علي وقطوني بحر وانا والله ما اعرف اسبح، وطب الوالد علي وشلني اظهرني. ايوه يعني هم متعمدين لما يحذفونك البحر؟ لا والله واحد. نعم. يعزب ذا العيال كلهم يعرفون يسبحون. نعم. انا ما اعرف، وانت ما تعرف السباحه؟ دخني وقطني. والوالد هو اللي الوالد قال انتبه تالي، قال وين سعد؟ قال مع العيال طب علي يعني. نعم. الحمد لله. ولا الحمد لله. هذا في يعني ما لحقت اللي على تالي الغوص، قد تردى الغوص كله، قد وانتهى الغوص ما عاد باقي غوص. لقفل الغوص وراح موسم الغوص، تروحون انتو تسيون في المرابيع؟ اي نعم طال عمرك، اهلنا الاولين. نعم. يركبون البحر في القيض وفي الشتاء يربعون في ريضانهم هذا. نعم. ولا قفلوا ويروا سفنهم على السيف وقاموا يخلون الامطار وقت الوسامي، وقت نعم لا طاح الوسمي ظهروا في البر، ويا حلالهم ودع. نعم. ابلهم يدعونها عند ودعي. نعم. والغنم بعد يودعونها، ولا ساعات عندها حد يضمها يخلونها على حد شيء من الابيار هذا على. نعم. مشخوط ولا على يقطنون يعني على اي يقيدون هالغنم وهالغوص يركبون البحر. نعم. ولا قفلوا طعمك في الصيف اول الصفر يتخبر طاح الوسامي ظهروا في البر، يا او عند راعي الودعية بالغنم وراعي البلي بالبل، ويربعون في مكانهم في برهم، ينزلون فرقان في مرابيح يجيب قطران حياة يدي. نعم. ثاني وياها قطران يحول يمكن يتبعون 7 بيوت 8 بيوت كلهم الجماعة. اي كلهم يعني. ولا طاح الوسمي يردونه كلهم، وتلقى الوسمي هاي في الروضة ينزلون ساعات 4 فرقان 5 فرقان علشان هالوسمية. نعم. هاي تجمعون تجمعهم يعني يجمعهم الحياة يجمعهم الحياة. نعم. ولا استاسع الحي كل انتبع كل راح في شرطة. راح في ساعة. نعم. إيه يروحون في ساعة. نعم. الرضان اللي تنزلونها أي تسميها؟ إي بالله اسميها طبعا. نعم. نزل رشيدة وفي الغريضات والغبيات. رشيدة اللي هي مصلار رشيدة؟ إي لا رشيدة اللي فيها لبارة الحين وفيها مبانينا بعد عليها. ما ينقال لهم مصلال رشيدة هي؟ مصلال الروضة اللي ينوبيها أم سدر هاي قال لها مصلال، ومن هي تيم رشيدة اللي فيها الزرع الحين اللي فيها اللي فيها لبار. نعم نعم. هذه طال عمرك في القيض نقيض فيها عقب تالي، قمنا نقيض فيها يوم راح الغوص وضموا ناس الشركات، قمنا نقيض فيها مقايض بنينا فيها بيوت. نعم. صارت هجرة يعني سويناها هجرة
بنيان بنيتوها بنيان حصل طين اي نعم واستقمتوا فيها فترة استقمنا اخذنا سنين فيها نعم اي نعم واول بعد قبل كنا احنا مو مشكور احنا فيها عد اي فيها عد ماي حلو مايها اي ماها حلو نقيض عليها نعم اي بالله يعني هذه واحدة من الريضان وغيرها وين تنزل في المرابيع نطلع في الصيف في الرشيدة وفي المرابيع نطلع في صوب القليضات صوب رتب هضالة ومن هناك الجيعانها وساعات نروح صوب المقريبة الريضان المجاورة حق المصلال ذي حق رشيدة اللي هي عرس و اي عرس وجيعانها ورتب هضالة وذبية ونبمبرة وقاعها نعم مني نطلع طالع مكبرابيع يعني هاي كلها نروح الريضان هذه انت نزلت ام مسوية سنة كم تذكر يعني ولا قديم لا قديم احنا قبل يمكن حتى يطرع علي والدي يا عمي عيد الله يحله وبيها شارينا جمسي 59 او 58 جديد شارية في ذي السنة احنا قبل بعد ساكنين من قبل بسنين اي وكان ام مسوية فيها يعني فيها بعد مياه مسوية فيها مسوية عد فيها أبار وايد نعم وحافرين فيها يردون هالخور منها دائما يردون فيها هالخور وفيها نعم لنا بيوت من أول وإحنا بنينا بعد عقب تالي بدعنا في مكان في أرض خالي خلينا بيوت أهلنا الأولين اللي تخبر فيها الأثار نعم حتى خوال الوالد ناس من هالكحطان يعني من خوال أبوي نعم بانين لهم بيت هناك نزلوا معاكم يعني. نزلوا ويانا نعم وعقب احنا عقب ما جينا من رشيدة بدأنا من جنوب سوينا في أرض عفية وبنينا فيها طال عمرك وصارت بلاد والحين الحمد لله الحكومة الله يطول عمرها رممت وردت كل شيء حاله حافظت عليها يعني. حافظت نعم. عليها حطت التراثية نعم. الله يطول عمرهم ويعزهم إن شاء الله وسووها بلاد يعني الحين حيوها نعم. هذا بيت فلان وهذا ميلس فلان وعمامي وميلس أبوي وميلس نعم. الجماعة سعد بن سعد وكل كل ما كل بيت مسوي ميلس متناعز على البيت هناك فيها مجالس عامرة الأول مجالس عامرة نعم. نعم وهذا صورة ميلس الوالد قد متهدم الحين ردوها نعم هذا مسوين عليه يعني على نفس إيه ردوه نعم. مثل ما كان إيه نعم الحمد لله الحمد لله الله يطول عمرهم ويعزهم إن شاء الله أم الشخوط نزلتوها أم الشخوط نزلناها ولنا بيت فيها من زمان من سنين هاي عاد قبل رشيدة وقبل غيرها أي. يعني صغير ذاك اليوم والله أنا أشوف الضبة وهي ظاهرة من الهاشم مستجب للصبح لقى من الصبح نشوف قطعة عبر الخمسة والستة نشوفه مستجب نعم. في والصيد وافر في الصيد ذاك اليوم وافر الضبة نعم. فيه وايد والبر قفر ذاك الوقت البر قفر الحمد لله ذاك اليوم الصيد كل شيء الطيور الحمر الصدور البر فيه صيد نعم. الأول الحباري في موسم الحباري نعم. تقنص الأول ولا حد من أهلك يقنص والله معه. يا ربعنا عندهم الطيور يقنصون نعم. أهلنا عمامنا وجماعتنا يقنصون راعي الطير يقولون الأول يودم الفريد أي يودم نعم. صحيح أي بالله من كثر الصيد من كثر الصيد نعم وشو الصيد اللي عندكم الحباري والأرانب والكراوين والحمر الصدور والقطة ذاك اليوم بعد القطة وايد نعم. هي القطة تتالى عليكم الحيان كل سنة تتالى ولا حي ما شاء الله يجينا والله أسبوعيا يطرح علي ويتم أسبوع ويجي لي ويعود علينا الأسبوع الثاني أقوى مطر تذكره سنة كم جاكم اللي تهدمت فيه البيوت يقولون والله أني خبر سنة من السنين إحنا في مشخوط ويانا مطر حتى ركاب غرقت في الهشم لا إله إلا الله أي نعم وياتنا مطار بعد عقب وايد سيول سيول الأول نعم. مطر بر من يحل المطر يعني في كل المواسم يجينا الأول يجينا طال عمرك الجلايد الوسمي نعم. قبل عقب يجيك الوسمي عقب يجيك الشتوي عقب يجينا الصيفي كلها الحمد لله خير في الفقع في ذاك الوقت يطلع كل سنة الفقع لي زان الوقت يتقدم ما يحتاج ما له من شلة الفقع نعم أين بالله بالله فقع يستوي في قطر ما له قياس خلاص من يطيح الفقع أي هو دامكم يعني هو دام الفقع نعم. الخير واليراد لو العرب يأكلون اليراد نعم أيوة عشونه يسمون عشونه لا عادة في اللي نعم. ياهم العصر قاموا يسبرونه وين بيعشي وسروا عليه نعم. ترسون خياشي يضربون به المثل يقول لك كثر الجراد قال لي طاح الجراد أي. يل جراد انثر الدواء نعم ولي الفقع مع الدواء أي نعم أيوة الله
الأولين هل يعني معرفة وهالدراية نعم 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 يعرفون يعني شيء. والجراد هو لو أنه يعني من نوع من الحشرات لكنه كان يعني يأكل الشيء المفيد درعة من العشب. يأكل من العشب نعم. يأكل ما هو بيأكل حشرات يأكل من العشب. الدواء يعني. الدواء. نعم. يأكل من كل الشر. والناس الله ما أعطهم على ضعفهم قوة. والناس الله ما أعطيهم بعد على ضعفهم. نعم. الأول اللي طرش الواحد يبي الدوحة من أم مشخوط ولا من أم سوية يبي ايه الدوحة ايه يوم إنه على الأول على زمايل ما يأخذ مطاي طال مطاي على مطاي زين كم يوم يأخذ له لين يوصل الدوحة والله على حسب المسافة اللي هو فيها البوقع اللي هو فيه ايه إذا هو قريب من هذه يروح يعني يوم يروحون الصبح ويجون إذا كان في الساحل هذا وإذا كان طال عمرك مثل عزين يمكن ياخذ يبات من دون الدوحه ويصبحون نعم الدوحه ويميلون نهار ثاني يعودون على اهلهم. وكل ما يمرون على حد يضيفونه بعد يدورون الضيافه لازم هذه نعم الاولين يضيفون تباشرون يمرون على الناس اللي تخبر اهلهم بالصلال ويمرون على الاهلاوي. نعم. قبل يوم ان الموارد قليله في قطر ذاك الوقت يعني. أي. لا في لا فواكه ولا في ذا الخضار اللي احنا نشوفه الحين في الخير اللي كثر عندنا الحمد لله. الضيف لجاكم مسير عليكم الصبح ولا راعي اذا هو طارش اذا هو بيطرش وميل على اذا هو طارش ومرار ويبي الريوق حطوا له مبريد حطوا له التمر ومبريد وترى هذا فوالته يعني اللبن هاي قهوه نعم ريوق وقهوه ترى وكان نعم مستقيم كرموه اللي كان ضيف ذبيحه ويستاهل الذبيحه ذبحوا له واذا هو بعد انه على ما قال مسير الناس بعد حطوا الميسور له كلهم كلن على يسر نعم الميسر ولا شافوا بعد انه ريال مستعيل ما له يريقونه ويهببون ريحه نعم والريوق هو مبريد ولبن وتمر مبريد كلهم عنده وزبد الزبد واذا ما في مبريد حطوا له قطعه الزبد في وسط اللبن الخاذر نعم وقدموا له التمر نعم تريق وعين خير ويحطوا له من ذا السمن يحطون فوق نعم هاي اليقط يحطون له سمن سمن اليقط طالع يحطون له مله مبريد ويحطون عليها الدهن ويحوطونها بالتمر طال عمرك يقلطونها للضيف يتريق يقولون صفرة العين يسمونها الدهنه اي يسمونها بعض الناس يسمونها صفرة العين من يعني عشان الدهنه الصفرة نعم اللي فوق فوق اليقط نعم اي نعم هذه يعني من الأشياء اللي أو الكرائم اللي يكرمون بها الضيف ذاك الوقت الذبيحة يكرمون نعم بالذبيحة نعم طال عمركم أي بالله يكرمونه بالحيل والخرفان إذا وقت نعم هروف يذبحون نعم لهم من الهروف وإذا ما بقدر الهروف يحتدون يذبحون من القنم الأول يطعمون نعم الحلال يطعمونه الأول ولا لا مستدين لا يرعى في البر صيف وشتاء ما عرفنا الطعام إلا الحين ولا الأول يرعى في البر نعم سواء صيف يرعى اليبيس في الصيف وفي القيض وفي الشتاء ايش اسمها الربيع نعم وفي القيض يقرب الصيف يحشون حق ايه يبس العود لي الصيف يحشوا ونزلوه في البلاد ايه حق زمايلهم اللي يخلونها عندهم نعم ايه منايحهم مثل نعم البقر اللي عنده بقر واللي عنده ابل يطرش نعم عليها ويروح عليه هذه يكون عنده يعني طعام موجود قريب نعم يخلون الحشيش خزنوا الحشيش حق الوقت هذه والعرب يركبون الغوص ذاك اليوم يركبون يروحون البحر ولا عدا ياو بدوا في باديتهم واحد من الجماعة قال له عيسى عنده راعي بدوي من هالبدو لكن ذاك اليوم تخبر مدى الريال يايم حاده الوقت وعاد يقول له قاعدين هنا في الخور يستخلون الأحقاب الوسمي يقول له يا فلان شوف المطر الحقاب على مراعي حلالك دبشك يخيل على ديرة هلا لا في لا يخيل على هني على مراعي غنم عزبة يقول له نعم يقول له معزبة نعم شوف يا فلان هذا على مراعيك نعم الهشم ومشخوط على الهشم ومشخوط قام قال يا ابو عبيد حالني دشه الهم ما يروح بزود وما همني برقن على ايه يا ابو عبيد حالي دش الهم ما يروح بزود يا بري حالي بري العود بري عود والنجار تولاه ما همني برقن على الهشم والعود ما همني والله لزاف عشبه ومراه قال له عليت شبك قال والله نويت قال له نويت ابشر تبي طريق بر يا ولدي ولا تبي طريق بحر قال له والله يا ايبه ابي طريق بحر
تقطني على سيفته من سيفته المملكة الشرقية ذي وبيض الله وجهه. تذكر ديرته من عزل هلا. ديرته الرجال. مشتحن حق ديرته. نعم. اي نعم قام جهز له طال عمرك ذاك الواحد من هلا هاي السفن الصغار هاي. نعم. وقال له وصله السيفة. عبره طال عمرك يوصل السيفة. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل مع الوالد سعد بن مبارك بن ثاني القشاشي المهندي. يبقى احنا سولفنا عن حياتك الأول وعن البر وعلوم البر والأمطار في ذاك الوقت. انت احنا بنتكلم عن حياتك العملية أول ما اشتغلت. في أي شغل اشتغلت؟ أول ما اشتغلت في الحكومة تبع المياه. نعم. في المكاين اللي تدفع محطات المياه. محطات المياه هنا. وين كان مكانكم الدوام؟ والله فيه. أول ما اشتغلنا في المزروعة وعقبة بدلنا في الخريب بعيد على الخور. اي والله بعيد. في ذاك الوقت وين نازلين الخور؟ احنا في مسويد. في مسويد ذاك الوقت. اي نعم. وشلون الدوام؟ الدوام عسر ولا؟ لا والله الدوام زين. الدوام عندنا اسبوعيا. اي احنا انا مثل انا في المضخة العودة. نعم. وياي اربعة انفار كل اسبوع على اثنين، واحد يقبض في النهار زام نهار، واحد زام ليل. يعني عندكم اسبوع كل اسبوع يداومون اثنين، كل واحد يستلم الصبح وواحد يستلم الليل. هذه في المضخه العوده. ايه؟ اللي تدفع من الخزان تدفع للدوحه. ايه؟ اما المكاين الباقيه فيها عرب وايد. ايه؟ موظفين المكاين اللي في الروضه. نعم. هذه فيها عمال وايد وفيها الفورمن وفيها. بس المحطه اللي انت اشتغلت فيها. ايه؟ بعد تشغيلها بالكهرباء ولا بعد؟ لا بهندل. بهندل متعب. خايل يعني. أربعة سلندر عودة تضربها بهندل خطي ضلوعك التقرطة. نعم. يلا يلا تشتغل من كبرهن ضخمت بمبات يبيلها واحد النشيط. اي والله. وذاك اليوم احنا على ما قالوا الصحة زين يعني تغيب عنها لك اسبوع كامل انت. ايه في المحطة مستقيمين فيها اسبوع. نعم. وكل اسبوع عليك زام اما في النهار ولا في الليل. اي اسبوع هاي قبلت النهار الأسبوع الثاني تقبل بدل مع خويك. نعم. في الليل ورفيجك يقبض. في سيارات تنقلكم حق ولا في سيارة من الحكومة؟ سيارة الحكومة. أي. تأخذنا من الدوحة وتجيبنا البر. نعم. أي نعم. وهلك هني في مسوية قلت؟ لا أنا هلي في مسوية. في مسوية. أي. بس وهذا شغلكم الدوام يعني اسبوع هني واسبوع عند اهلنا. اسبوع هنا. نعم. واسبوع عند اهلنا. في ناس اثنين يبدلوننا واثنين احنا نجي اسبوعيا. الحياه في ذاك الوقت يعني كان ما عندك سياره انت في ذاك الوقت؟ لا والله ما عندنا. متى تعلمت السواقه؟ والله ما بطيب تعلمت السواقه. انا تعلمت السواقه وانا عادني صغير. تذكر أول سيارة أخذتها؟ إيه بالله أول ما أخذت سألم سيارة عمي الله يرحمه. شنو بدون علومة جمسي. جمس. إيه أوديه وأجيبه وشوي شوي أول ما سكت تعلمت السيارة علموني شوي مع الدريول. عقب يوم قام فنش الدريول فنش الدريول قعدت أنا أوديه وأجيبه. غديت أنت دريول تودي وديه. نعم. إيه نعم. عقب أن قدمت تراي وخدت تراي في الدخان. اي اي عند هناك الاول يقدمون يعني. اي في الشركه صب تخان واخذت تراي ونجحت الحمد لله اول تراي. في ذاك الوقت السيارات قليله في قطر. السيارات قليله. نعم. في الخور وايد ولا بعد قليله؟ اي نعم السيارات قليله. اي وما التحقت في التدريس انت؟ ما درست انت؟ لا والله عقب ما كبرت وصرت قد عود في الوقت التالي دشيت. نعم. الليلي. اي ودرست خدت اول سنه خدت الاول والثاني ابتدائي سنه واحده يعني. سنه واحده. أي. ودشيت سنه ثانيه خدت الثالث والرابع. اي وقد دشيت الخامس لكن ما قدرت اولف بين دراسي ومسؤوليه. نعم. عيال وشغل. صحيح. وشغل ما تقدر. نعم. يا الواحد تولف بين هذا لكن يعني تعلمت مبادئ القراءه والكتابه تعلمت. أي. بالطباعه اقرا. نعم. شوي بالطباعه. نعم. الكلام اللي بالطباعه شوي. نعم. مثل اعلان مثل. صحيح.
احرفه ولا يعني اني اخذت شهاده ابتدائي ما اخذت ما كملت. المجالس في ذاك الوقت لها شان كبير. اي بالله لها شان طالما. نعم. كل رجل ما يحط ميلسه يقولون هذا يعني لازم ويه الرجال الميلسه. صحيح. اي نعم، والاول بعد يوم الذي يحطون ميلس والجماعه يتجمعون فيه. نعم. الاول. صحيح. يوم تخبر بيوت شعر وهذا يحطون ميلس للجماعه ويتجمعون فيه. احل ميالس الاول، ميالس قطر الاول، بعض العرب او يمكن غالبيتهم كانوا يبنون مجلسين، مجلس حق الصيف ومجلس حق الشتاء. اي نعم صح. شو الفرق بين هذا وهذا؟ زين مجلس الشتاء اي مثلا في بيت. نعم. وساعات يحطوا العدم في في بهو في شو اسمه، ساعات والله يسوون عرين شكل العرين للزنا. نعم. يسوون سدر منه كذا ويحبشون الضوء سدر ويحبشون فيه. هذه في حالات يعني. نعم. لانهم رحاله ما يقعدون دائما. لا انا يعني اللي في الديره. ايه خلي اللي في الديره الكبير. لا عندهم ميالس طبعا. ميالس ايه. انا اقول ميالس في بالله عندهم ميالس. نعم. البيت الحاله والميلس الحاله. نعم. اما يوم يشدون في الرضان وينزلون يحطونه في ميلس فيه، لكن حالات اذا هم مقيمين وايد يحطون مثلا عندهم رطب في السدر. نعم. يحطون كذا، هاي مؤقت يسمونه. ايه. ولا عاد طال عمرك من كمين؟ لا بيت شعر. والقهوة الأول متيسرة؟ القهوة متيسرة يعني مع هي ما يخلون القهوة. نعم. يشترون له يبيع من حلاله ويشتري القهوة. نعم. الضيف إذا طال عمرك له تكرمه وانت ما قهويته شو يقول الشاعر في القهوة؟ الشاعر والله ما يقول. نعم. ما أدي أبص على القهوة اللي عديته من ساعة عشان على القهوة. إي هذاك الرجال. إي هذاك يقول طال عمرك اول عناي يقول قالوا شو اسمك؟ قلت اسمي معن واسمي على جسمي تراهم صيب. صيب اول عناي صيره معروفه بلجيك مضربها يجيك حطيب. الله الله. هي هواي اللي تنادوا بينهم في يوم في خبث وطيب. وثاني عناي دلتين ونجرهن ولا عواك النحوي الذيب. نعم. يجذب صوتك الشايب انه وده لفاحر الهيل عقب الطيب. عقب الطيب. اي نعم. يعني من حبهم حق القهوه يتمثلون فيها الاول. نعم. قصيده. نعم. معروفه بلجي. نعم. صحيح معروفه. نعم. يقول هاي هي هواي لا تنادوا في يوم في خبث وطيب. نعم. وثاني عناي دلتين ونجرهن ولا عواه كنا عوي الذيب. نعم. يجذب صوتك الشايب انه وده لفاح ريحين عقب الطيب. صح لسانك. الله صح بدنك. حياه سعد الشاعر سعد بن علي الله يحله وبيحه. اي ونعم والله بس حياه سعد له قصه يوم ركب معاه البدوي في الغوص. ايه هاي الله يسلمك ركبوا وياه البدوي سيب ركبه. نعم. سيب ويوم ركبوا شاف الرجال يغصون نشد النخذه قال يا نخذه السيب كم ياخذ؟ اللي هو نخذاه سعد. ايه نخذاه سعد. نعم. الشعر قال الغيص ياخذ دبل شيء احسن شيء ياخذ الغيص. نعم. قال بغوص يا نخذ هازته نفسه. ايه ما يرضى بالقصور. ما يبي يقصر دون ربع. يبي يصير من عرض الرجال اللي وهو شقردي عارفه الرجال اللي يعني اظهر وجود. نعم. حول غيص ولا هو غيص صح. عاد عقب ما نبر صوب النوخذه قال له النوخذه حياه سعد يا ولد خليت كيفات الجنوبي تعزب ان الغوص فيه كيف وكايف. ايه رد عليه هو هذاك. ايه. الشاعر قال من اول انغمري واصبحت نوبي. وطوعت كما تطويع العسايف. عسايف. أنا غلبني الشاعر لأن غلوبي ولا الحق أنا نفسي الحسايف. الحسايف. قال له حياك حياك. يا أبا حطه فيه وأمر بالقهوة له وقال له والله يا ولدي ما قلت زول متحاقرك لكن أدري إن الغوص شطيط. يعني صعب. قال أدري لكن أنا ما علي صعب. إيه لأنه بثبت وجود. نعم صحيح. إيه الله هذا يرحمهم. من الطرائف اللي جرت عليهم الله يحلهم. إيه طبعا الطرائف. نعم. يبقى شيء من القصص اللي تذكرها بعد نبي زود من القصص اللي عندك. والله طال عمرك في قصة طال عمرك حق رجال تقدم حق بنت عمه. نعم. ويوم هذا اعتذرت منه وقال لها ليش يا فلانة شو اللي خلاك ما توافقين علي في شيء من القصور يا ولد عمك؟ قالت لا أكرم عليك والله أنك وافي في كل الأمور. نعم. لكن القلب ما يهوى انا والله حابه اللي بيني وبين قال بينك وبين حد يعني قالت لي والله انا احب لي واحد قال على ايش اللي خلاك تفضلين علي؟
قالت شجاعته لأنه شجاع. قال وأنا يا ولد عمك، قالت وكاد أنك شجاع لكن هو بعد شجاع وأنا حبيته على شجاع. هو قال وإني بتلك أسير، قالت إني بتلي أسير والله ما أخذ إلا أنت، وهذا العذر اللي طلعني من تولد عمي وافتخر بك. قال عي الله يجيب لك أسير، قالت لا والله لا أنصحك لا تروح له. قال تنصحه عشان ما إيه بنصحك لا تروح، خبرتنا هذاك أظفر منه. أي قال بروح له، قالت بتروح له مالك بد؟ قال لا والله ما لي بد لا يجيب لك أسير. قال عت عيليت بتروح بعطيك حاجة إذا شفت الضيج، راوه إياها وهي هي اللي بتفكك وهي بت. نعم مارية يعني بينهم إيه مارية هو نعم. يعرف ذاك شغلة نعم. يدها يوم يا حق ذاك الرجل ذاك الولد الأسمر اللي هو في بله، قال لها شاف الرجال ما هو، قال لها ارتدى فلصة ذاك وكل منهم قام تراوس ويا رفيجه شوي اللي هو ماسر ولد عمه غلبه غلب ولد عم هاسره نزله من الفرس وقام ضحك. قال له شي ضحكك انت الحين انا ماسرك؟ قام واظهر له الحاجة من ساعة شاف الحاجة قال تويه فلانة سلمت، قام عليه عاد عرف انه عرف وعلمه بالقصة ان انا دافع عني هالشكل تقدمت. قال له سمح الامور، قال له عاد الفرسك الحين قلاع وده حق بنت عمك هديت. جاء ولد عمه وربط الفرس خمت، هي عرفت من شافت الفرس يعني قدمها هدية بأمر من ذاك يوم قال له اي قال له الفرسك الحين انا ماخذها عبر لياسر ياخذ فرس عندهم عرف يعني عندهم عرفي فياب الفرس وربطها في خيمة بنت عمه وراح المجلس. هي عرفت انهم غلو انهم غرو نعم. خذت الفرس وروحت وياد ولد عمها اسمه عياد نعم. قالت يا عياد يا ريف المساجير والجار ما شفت يا القرم بالعينين عده، لقيت لك فرخ من سناجير سنجار يا ما شل المدامي في مهدة، عساك لي ترفت اليود عذار للي عطاك المنع والمار رده لنفوس مثل انفوسكم يوم تختار، لكن اردها الحياة والمودة وعشق يجيب العار عسى ربي يلد. قال لها اكرم عليك يا بنت فلان من العار عز الله انك تستاهلين وهو يستاهلش. واسمع يا عم انت ويا عيال عمي ترى فلانة مرخوصة مرخوصة نعم. وطالت عمرك الله يسير. احنا يبقى في ما يسعنا في اخر البرنامج اللي نشكرك على اللقاء الطيب. الله يسلمك وانا بعد والله اشكركم الله يرحم والديك على لقاكم ويا الفرصة هاي اللي فتحتوها لي. هذا الله يسلمك والله يطول عماركم وعمر حكومتنا واميرنا عسى الله يخلي ابو مشعل ولي عهده الامين اللي ما خلوه علينا قصور والله لبغت بالصج الله سأل الله يمد بعمره الله يرحمه ويدومه علينا ظل ان شاء الله عسى امين الله يعزه واللي طور بلدنا ووسع الحمد لله سوى كل شيء زين ووسع الرزق. هذا ابو مشعل ابو مشعل نعم اشهد ان الله رزقنا غريبة عليه نعم نعم رزقنا بامير نعم سخي نعم اللي على ما قال وطي نفس نعم وكل الامور الطيبه فيه وسخاه بين على كله وعياله كلهم طيبين وسخاه وطيبه مو بس اللي علينا حتى على اللي برا نعم ياه الخير نعم ياهم الخير وعلى ما قال قدم المعونات حق كل البلاد ولا نعم قصر. الله يسلمه ويطول عمره ويخليه ويحفظ عياله ويحفظ عياله اللهم امين يا رب. اعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعه والى لقاء اخر ان شاء الله.